عندي وليدي نجح. راني نشوف فيك راك توثق لحظات الفرحة. راني حبيت نبكي من الفرحة، ولا حبيت نبكي يا اختي من الفرحة. ها وليدي اللي جاب الباك، ها زوجة، الحمد لله الحمد لله. عبتوا عليه. والله تعبنا اختي تعبنا، كون ما جابوش بالك بالك كارت ياك بالك يحبس قلبي، ولا قادر يحبس قلبي. شحال المعدل؟ المعدل والله ما على بالي، مازال ما شفتش من راح. من شعبة؟ والله ما على بالي نجح. انا ما حوش، انا جيب 10 مع ليسونسيل جاب الباك، ليسونسيل جاب الباك. هذا ما نجاحات اخرى ان شاء الله، كاع يفرحوا ان شاء الله، والعقوبه ان شاء الله، ان شاء الله حاجه واحده اخرى ان شاء الله، واللي يخدم ينجح ان شاء الله. حبيتوا تعيشوا معاه هذه اللحظات؟ حبيتوا تجوا معاه ترافقوه؟ ما انا اللحظه هذه خير ما انا عندي دوك قرب 60 سنه في عمري، 59 سنه الله يبارك. جامي فرحت كيما خطرة هذه، جامي فرحت كيما خطرة هذه. لا 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 حاجة ما فهمتش انا من الداخل. هذه الزوجة تاعي. السلام عليكم. ما نقدرش نوصف لك مشعوبة. تعبتوا اكيد تعبتوا باش لحقتوا لهذ المرحلة. تعبنا بزاف بزاف بزاف. والله غير تعبنا. هذا اخر العنقود خلاص، واللي يقرا ولا مازال. سيبوا الحمد لله يا ربي، الحمد لله هذا هو الاخر. الحمد لله يا ربي. توفيق ليه في باقي مشواره الدراسي ان شاء الله. الوالد بصدد توثيق لحظات الفرحه، هي لحظات لا تعاد ولا تنسى في نفس الوقت. اذا الاولياء اطلعوا على نتائج ابنائهم. نعم هاجر ننتقل الى زميله ريما عزوق ايضا المتواجده في الابيار. اذا ريما ترصد لنا